تسلم الخالد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المتواصلة، شوطنا 24 في مجموع الأشواط لهذا الصباح، وهو الشوط الرئيسي لفئة القايل بكار الإنتاج، ينطلق من مسافة 4 كيلومترات حاملا بطياته هذه الشعارات المنتجة المميزة الحاضرة دائما، والتي تريد أن تحظى بناموس الشوط الرئيسي للإنتاج. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة، أول الأسماء تتواجد ترهونة لخالد بن حمد بن صالح القمرة مع البداية ومع القيادة والريادة، بينما المركز الثاني يتابع الفائزة لعبد الهادي بن علي بن مانع بودواس العجمي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القادمة هنا معزة أو هنا مطرة لعلي بن محسن بن حمد بن محمد بوصل على المري، يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع شعاري هجن السيلية مع ود على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة هنا مغثة السعيد بن محمد بن علي بن سويري المري، هو من يحتل المرتبة الخامسة مع مغثة. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي سيطرت وجاءت من الدان الأول في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. هنالك شعارات مميزة وشعارات كبيرة حاضرة لكي تحظى بناموس هذا الشوط، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نتابع أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا التحدي الكبير ضمن فعاليات المحلي الثاني، نتواصل بمشاركة هذه النجوم المميزة، ولكن نعود مع الصدارة. القمرة ما زال في القيادة والريادة يقدم لنا ترهونة على الصدارة، خالد بن حمد بن صالح القمرة مع البداية ما زال محافظا مسيطرا على المركز الاول. المركز الثاني الفائزة بشعار عبد الهادي بن علي بن مانع بودواس العجمي بطموحات وامال اهالي ميدان الشهيد قادمين وحاضرين ومشاركين في هذه المنافسة مع الفائزة على المركز الثاني. المركز الثالث هنا قدوم مطرة لعلي بن محسن بن حمد بن محمد بصلعة يصل مباشرة على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بالسيقان غادم مع الفائزة حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري، أيضا أحد النجوم الحاضرين المميزين وحاصل على نقطة في هذا الصباح، يتقدم أو نقطتين، يريد أن يحقق الهاتريك في هذا الصباح المميز، كما أيضا التوقيت الأفضل والأجمل مع هذا الشعار. المركز الخامس ود لهجر السيلية، هذه نتيجة للخمس المراكز، للخمس الأسماء المميزة، للخمس الأسماء الحاضرة والمتواجدة، ولكن أرى شعارات هنا بدأت تقترب من دائرة الصراع والنزاع من أجل ناموس ومن أجل خطف الشوط الرئيسي. نعود مع البداية، نعود مع القمرة وبدوات وبالسيقان وبوصلعة وبنقريع وهجن السيلية، أسماء والشعارات كبيرة كبيرة حاضرة، ولكن ارصد لي يا مخرجنا مرور الكرام مع انطلاقة الشعار بالسيقان هنا تسلل مع الفائزة التي تريد ان تفوز بناموس هذا الشوط. الشعار القرفاوي كيلو متر يا بالسيقان هو من يفصلك عن ناموس هذا الشوط، عن ناموس الشوط الرئيسي، هنيئا لك على هذا الانتاج الطيب، ولكن الفائزة 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 تهرب بناموس هذا الشوط بقيادة حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري. نتابع المركز الثاني القادمة والحاضرة هنا مرهبة لمحمد بن علي بن حمد بن قريع المري الامبراطور قادم على المركز الثاني، ولكن نروح مع أبو السيقان ونتغزل بهذا الشعار المميز الذي قدم لنا الأداء الجميل، العرض المتميز الذي يقدمه أبو السيقان مع انطلاقة الفائزة التي تريد أن تفوز بناموس موسي هذا الشوط. راعي هزامة صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل يقدم الفائزة بدون أوامر وبدون تحريكات. الشوط الرئيسي معك يا بالسيقان، بالسيقان حسين بن علي بالسيقان المري يقدم لنا الهاتريك. الفائزة الفائزة تفوز بناموس الشوط الرئيسي. نهنيك يا بحسين، نهنيك يا أبو علي على هذا الإنجاز الطيب، على هذا الإنتاج، على هذا التحدي الكبير، على هذا الانفراد المميز
والأداء الجميل بدون أوامر وبدون تحريكات. الفائز تهدي بالسجان ناموس الشوط الرئيسي. تهانينا والمبروك لحسين بن علي بن حسين أبا السجان المري على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. مرهبة للسيد محمد بن علي بن قريع المري المركز الثالث. وصلت في المركز الثالث الزبارة العويضة بن خبيس بن عويضة المريخي المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدي الكرام وصلت سيادة لسيف بن علي بن عويضة الهاجري. المركز الخامس ترهونة لخالد بن حمد بن صالح القمرة. هكذا مشاهدي الكرام حكايتي وروايتي وناموس الشوط الرئيسي للقاي الانتاج كان مع الفائزة بدون اوامر وبدون تحريكات. 6 دقائق 5 ثواني 68 جزء من الثانية. تهانينا لحسين بن علي بن حسين ابا السجان المري الذي سجل الهاتريك من النواميس في هذا الصباح ونهنيه على هذا الانتاج الطيب ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني مرهبة 6 دقائق 10 ثواني 22 جزء من الثانية. تهانينا مسلم محمد بن علي بن قريع المري على فوز مرهبة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الزبارة في المركز الثالث 6 دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعويضة بن خميس بن عويضة المريخي على فوز الزبارة في المركز الثالث.